السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة. هذا البرنامج الذي نطالع فيه أهم وآخر الأنباء والمقالات الواردة في مواقع الأخبار والصحف العربية المهتمة بالشأن اليمني. بداية نبدأ من هذا الخبر، حيث يواصل الحديث عن الدور الروسي في المنطقة، حيث شغل الحديث في هذا الجانب مساحات أوسع. فبعد التدخل في سوريا يحرص المخلوع صالح على أن يجلب المزيد من التدخل لليمن. وعن هذا الموضوع الشائك حاول أيضا الموقع بوست البحث عن إجابات لأسئلة متعددة، وعنون الموقع قراءة في الموقف الروسي الموارب من الصراع في اليمن. يقول الموقع بوست: لا يزال موقف الحكومة الروسية من الأحداث في اليمن مثار جدل ولغط واسع على الصعيدين السياسي والإعلامي، حيث يرى الإنقلابيون في صنعاء أن روسيا تقف إلى جانبهم، بينما تعتقد الحكومة الشرعية أن موسكو لم تكن يوما ما إلا مع الشرعية، وأن أي تصريحات أو مواقف من هنا أو هناك لا تعبر عن حقيقة الموقف الروسي الرسمي من الشرعية في اليمن. يتابع الموقع بوست: بالرغم من تأكيد الحكومة الروسية أكثر من مرة على دعم السلطة الشرعية المنتخبة في اليمن، وكذا تأييد واحترام القرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تؤكد أن لموسكو حسابات أخرى فيما يخص الأزمة اليمنية، وهي الحسابات التي تفسر إبقاءها الباب مواربا أمام سلطة الانقلابيين في صنعاء، وكذا أمام السلطة الشرعية الموزعة بين عدن والرياض. ويضيف الموقع: تنظر روسيا للأحداث في الشرق الأوسط كمشهد متكامل يؤثر بعضه في بعض، وبالتالي فهي تحاول توظيف تلك الأحداث بما يخدم مصالحها وسياساتها في المنطقة. الأحداث في محافظة شبوة ما تزال تتصدر مواقع الأخبار، حيث قال موقع التغيير نت في عنوان رئيسي: استعدادات لاقتحام بيحان وحملة عسكرية لتطهير مديرية المحفد. وقالت الصحيفة: شهدت مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة انتشارا أمنيا كبيرا لقوات اللواء 30 مشاة التابع لمحور عتق بقيادة العميد ناصر النوبة بصورة مفاجئة. شرعت القوات العسكرية في نشر دورياتها في مداخل ومخارج ووسط أحياء المدينة وأمام المرافق الحكومية، حيث أوضحت مصادر محلية مطلعة للشرق الأوسط أن الحملة العسكرية تأتي لمنع حمل السلاح وتأمين عاصمة المحافظة وتعقب المسلحين الخارجين عن النظام والقانون. وأكدت المصادر أن عملية الانتشار الأمني لقوات اللواء 30 مشاة ستكون دائمة لتأمين وحماية المرافق الحكومية المهمة في عاصمة المحافظة عتق على طريق استعادة المعسكرات والمراكز الإدارية في المدينة للعمل، حيث تتزامن الحملة العسكرية مع زيارة نائب الرئيس هادي لمقر قيادة العمليات للمقاومة والجيش الوطني في بيحان. تحالف الانقلاب المعاند للتاريخ. تحت هذا العنوان كتب عمر عبد العزيز مقاله المنشور في صحيفة الخليج، ويقول الكاتب: ما يجري اليوم ترجمان اعتيادي لمصائر المعتدين على الذاكرة والجغرافيا والتاريخ، والشواهد الماثرة خير دليل على ما نذهب إليه. ففي عدن يتم استئصال جيوب الإجرام المتجول مع المفخخات والموت العدمي، وفي حضرموت وأبين ينحسر المتطرفون الإرهابيون رغما عن أمان تحالف الحرب والانقلاب، وفي تعز تتقدم المقاومة الباسلة بمعية الجيش الوطني ودعم التحالف العربي ليتهاوى محاصرو الثقافة والحضارة، وترتقي تعز بمثابتها الرفيعة في الزمانين التاريخي والمستقبلي لليمن الكبير. وفي صنعاء يشتد الخناق على الانقلابيين النابعين من ثقافة البؤس المناطقي الضيق. وعلى المستوى الدولي يلخص مندوب الأمانة العامة للأمم المتحدة نتائج تداولات الكويت: فتقبل الشرعية ويرفض الانقلابيون. وفي الرياض يجتمع رعاة التسوية السياسية التوافقية اليمنية ممثلين للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والتحالف العربي، فيكررون دعم الشرعية اليمنية بوصفها نتاجا طبيعيا للعملية السياسية التي قبل بها وارتضاها الجميع. ويقطع الاتحاد الروسي الشك باليقين على لسان نائب وزير الخارجية الروسي وقبل ذلك نائب السفير الروسي في صنعاء، مؤكدين معا أن روسيا مع الشرعية اليمنية وأنها مع القرار الأممي 2216 المجير على البند السابع.
بعد هذه الحقائق الدامغة سياسيا وميدانيا وقانونيا، ماذا بوسع تحالف الحرب والانقلاب؟ وهل من شك في أن مختالي الأمس القريب يمكنهم الانخلاع من محنتهم الوجودية بوصفهم معاندين للتاريخ والحقائق الموضوعية؟ وبالتحول مشاهدينا إلى موقع الاشتراك نت والذي تابع معارك محافظة البيضاء، يقول الموقع: معارك ميدانية في عدة جبهات بالبيضاء ومقتل 11 من الميليشيا بمديرية الزاهر. ووفقا للموقع فإن المواجهات الميدانية بين مسلحين موالين للحكومة وبين ميليشيا صالح والحوثي تتواصل في جبهات مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. وقال مصدر قبلي لموقع الاشتراك نت، قال إن مسلحي القبائل صدوا محاولة تقدم فاشلة للميليشيا على منطقة المسياف في آل حميقان بمديرية الزاهر. وبحسب المصدر فإن المواجهات أسفرت عن مقتل 5 مسلحين وإصابة 6 آخرين في صفوف الميليشيا. في جبهة قيفة رداع تتواصل المواجهات الميدانية بين الطرفين في عدة مواقع، فيما تستمر ميليشيا صالح والحوثي بقصف قرى سكنية بمديرية ذي ناعم بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية. إلى موقع الصهاريج نيوز والذي أورد عددا من العناوين، ويقول الموقع: الحوثيون يرفضون ضمنيا مبادرة كيري لحل الأزمة في اليمن. في عنوان آخر: الحزام الأمني يضبط شاحنة محملة بأسلحة وذخائر كانت في طريقها إلى مدينة عدن. وفي عنوان أيضا: واشنطن تدرس معاقبة طهران على إرسالها صواريخ للحوثيين. ومن عدن: أمن عدن يلقي القبض على 2 من أفراد تنظيم القاعدة لضلوعهم بتنفيذ عمليات إرهابية في المدينة. نقد الفاعلين المفترضين لا جلد الأمكنة. تحت هذا العنوان كتب خالد عبد الهادي مقاله المنشور في موقع الاشتراك نت، ويقول الكاتب: يوما بعد آخر تتنامى الأصوات المنفعلة وتتعالى محقرة من شأن المناطق والمحافظات التي لم تحمل السلاح لمجابهة قوات صالح والحوثي المعتدية وقادحة في نخوة أهاليها. ليست المحافظات بمنظمات أو أحزاب سياسية، ولا هي اتجاهات فكرية مجردة حتى يطالب المتحمسون النازقون منطقة هنا ومحافظة هناك بمقاومة العصابات المسلحة المعتدية، ويصم منطقة ما بالخنوع لأنها لم تشترك في المقاومة المسلحة. تاريخياً، الحركات السياسية والاتحادات الاجتماعية ذات الشخصية المحددة الواضحة هي من عانت بتبني الكفاح لمجابهة الاضطهاد المحلي أو الاحتلال الخارجي وتنظيم المواطنين في صفوفها وكسب ولاء السكان والمناطق والمحافظات مرة أخرى في دولة المواطنين مجرد تقسيمات إدارية لتسهيل إدارة الشأن العام، فلا تمايز هواياتيا ولا استثنائية تخص وحدة إدارية دون أخرى، بل تنوعا ثقافيا واجتماعيا يشكل في مجموعه الفسيفساء الوطنية وتنافسا في التقدم الاجتماعي والتطور الإنمائي. وما دمنا نصب إلى صوغ مقاومة وطنية ترتكز إلى أساس سياسي واجتماعي، فلنخاطب الفاعلين المفترضين من النخب السياسية والاجتماعية والمنظمات والأحزاب. أما من يخاطبون الجهات والمناطق فيعزون من حيث لا يدركون ببعث مقاومات مناطقية وجهوية. وحول المزيد مشاهدين من انتهاكات ميليشيا الحوثي والمخلوع، عنوان موقع المصدر أونلاين: الانقلابيون يضغطون على شركة الاتصالات لدفع رسوم التجديد وبوادر استجابة من إحدى الشركات. حيث علم موقع المصدر أونلاين عن مصادر مطلعة أن الإدارة المحلية لشركة MTN في صنعاء وافقت على دفع رسوم تجديد رخصة عمل الشركة إلى سلطات الحوثيين في صنعاء. وبحسب مصادر في وزارة الاتصالات فإن مدراء في شركة MTN فرع اليمن وافقوا على دفع مبلغ 10 ملايين دولار لوزارة الاتصالات في صنعاء والتي يسيطر عليها الانقلابيون مقابل تجديد الترخيص. ويتابع الموقع: تمارس سلطات الانقلاب ضغوطات كبيرة على شركات الاتصالات لدفع رسوم تجديد تراخيصها بعد أن انتهت تراخيصهم السابقة في محاولة للحصول على مبالغ مالية كبيرة لتمويل الحرب التي يخوضونها. موقع يمن مونيتور عنوان: حلول إلكترونية لمواجهة أزمة السيولة في مصارف اليمن.
يقول الموقع في تفاصيل هذا الخبر: بدأت المصارف اليمنية بإطلاق حلول إلكترونية لمواجهة أزمة السيولة النقدية التي تضرب القطاع منذ منتصف يونيو الماضي بفعل نقص الإيرادات بشكل عام. أعلنت هذه المصارف عن تفعيل خدمة نقاط البيع الإلكتروني في مراكز التسوق والمطاعم والسوبر ماركت ومحال الملابس الجاهزة، وقالت إنها تتجه إلى تفعيل الخدمة في محطات الوقود. وأطلق بنك اليمن الدولي قبل يومين حملة ترويجية تحت عنوان وداعا للنقود، تؤكد للعملاء أنه يمكن الدفع بواسطة بطاقات الفيزا وماستر كارد وأمريكان إكسبريس لدى خدمة نقاط البيع في عدد من مراكز التسوق في العاصمة صنعاء. إذن مشاهدينا، بهذا القدر نكون قد انتهينا من جولتنا في الصحافة اليمنية. سنذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود لاستعراض أبرز ما تناولته الصحافة العربية الصادرة اليوم. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، نلقي الآن نظرة على ما قالته الصحف العربية صادرة صباح اليوم، ونبدأ من صحيفة الشرق الأوسط التي سردت تفاصيل سجن تعرض له أحد الأطباء اليمنيين لدى ميليشيا الحوثي واستمر أكثر من 300 يوم. وقالت الصحيفة: الدكتور الجنيد قصة سجين أنقذ ساجنيه الانقلابيين من المرض. وقد روى الجنيد كيف تمت عملية اختطافه من قبل دوريات الميليشيا. ويقول الدكتور الجنيد: كنت في المنزل عند الساعة الثانية ظهرا أول أغسطس عام 2015 عندما جاءت زوجتي وأخبرتني أن طقما عسكريا حوثيا دخل فناء المنزل، فتوجهت مسرعا نحو النافذة ورأيت الطقم داخل الفناء وقد أغلق الباب الخارجي. صرخت فيهم وطلبت منهم الخروج، فوجهوا السلاح الآلي نحوي وطلبوا مني النزول. يتذكر طبيب الأطفال قصته بقوله: لمدة 300 يوم لم أعرف شيئا عن أي شيء، كنت أعيش حالة إخفاء قسري. قد يكون ليس مهما إخفاء شخص وتعذيبه، لكن المهم هم الآخرون، هم أطفاله وأسرته وزوجته الذين لا يعلمون شيئا عنه. هنا مصدر العذاب الحقيقي. وأشار الجنيد إلى أنه خلال فترة سجنه تعرض للكثير من التعذيب، وأنهم في الأشهر الثلاثة الأولى لم يلتفتوا إليه، لكنهم بعدها شعروا بأنهم في حاجة إلى خدماته كونه طبيب، ولا سيما بعد انتشار داء الجرب بين المساجين، حيث صرف لهم دواء بسيط يؤخذ مرة واحدة في الليل. قال: وكنت أقوم بجولات ليلية على المساجين لعلاجهم، الأمر الذي جعل لي مكان لدى المرضى والسجانين معا. وبحسب الجنيد أنه وبعد التحقيق الأول رموني في السجن ولم يحقق معي أحد بعدها نهائيا، لكن قرار إخفائي وسجني كان لأجل أن أنهار نفسيا وأن نكون عبرة للآخرين في الخارج. أسرتي لم تعرف عني إلا بعد شهرين تقريبا، وقتها علمت أن بيتي نهبت وأسرتي باتت نازحة. مبادرة كيري يمكن أن تعتبر آخر المحاولات لعودة العمل السياسي إلى الواجهة، حيث تقول صحيفة العربي الجديد في عنوان بارز: حسابات المكاسب والتنازلات تحسم مصير مبادرة كيري. وتقول العربي الجديد: حركت المبادرة الأمريكية الجمود السياسي في اليمن وفتحت نافذة للعودة إلى المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بعد أن وصلت إلى طريق شبه مسدود. وتضيف الصحيفة: تظهر المضامين المعلنة أن المبادرة تتطلب تنازلات من الطرفين، لا سيما الجانب الحكومي الذي سيجد نفسه أمام مقترحات سابقة وأن رفضها خلال مشاورات الكويت. وأكدت مصادر حكومية يمنية للعربي الجديد، أكدت أن المبادرة الأمريكية أو مضامين الاتفاق الجديد الذي جرى التوافق على تقديمه في مدينة جدة السعودية لم يقدم بعد للجانب الحكومي، ما جعله يتحفظ عن أي رد أو عن أي ردة فعل رسمي. وأشارت المصادر إلى أنه بعد عرض المبادرة رسميا على الحكومة سيكون لكل حادث حديث، ويبدو الإرباك واضحا في موقف السلطة الشرعية اليمنية والتي لم تشارك في اجتماعات جدة على الرغم من وجود العديد من مسؤوليها في السعودية.
زلزال متوقع وخطر داهم على العرب. تحت هذا العنوان كتب محمد عبد الحكيم دياب مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، ويقول الكاتب: أغلبنا يتذكر الفرح الذي عم الأوساط الغربية وكان له تأثيره البالغ على الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي، وكان ذلك بسبب سقوط حائط برلين وتوحيد ألمانيا. وعند هذا الحد كان الأمر طبيعياً، وجاءت تداعيات انهيار الاتحاد السوفيتي السابق واختفاء كتلة أوروبا وتفكك حلف وارسو، جاءت كلها لتصب في قناة الانتصار الساحق للرأسمالية، فزادتها توحشاً وأفلتت عقالها وانقلبت موازين عالم بدا مستسلماً للواقع الجديد وقابلاً بتنصيب الولايات المتحدة الأمريكية سيداً لا ينازع للعالم. وجاءت تصرفات السيد منفلتة وسياساته غير منضبطة، وتسعت تدخلاته المباشرة، وانتشرت قواعده العسكرية البرية والبحرية والجوية والصاروخية، وجابت أساطيله وحاملات طائراته البحار والمحيطات على مدار الساعة، وضل العالم الطريق إلى التحرر والسلام والديمقراطية والتقدم، وتخلت كثير من قوى المعارضة عن نشاطها السلمي وعسكرت كوادرها ومنتسبيها اعتمادا على ما تقدمه لها الولايات المتحدة وحلفاؤها من مال وسلاح. وبتدفق المال والسلاح جرت أنهار دم بدأت من وسط أوروبا وتخوم الاتحاد السوفيتي السابق، ووصلت القارة العربية والعالم الإسلامي، ولم يسلم أحد من الزحف الأمريكي الدموي ولا من الخضوع لنمط حياة فرض عليه وعلى غيره من الأمم والشعوب. وبذلك صار القرن 21 قرنا أمريكيا وقبلت به قوى عالمية كثيرة. إلى صحيفة السياسة الكويتية، نقلت هذه الصحيفة عن المدير العام لمديرية أحور في محافظة أبين يسلم شبيع قوله، يقول: جميع مناطق محافظة أبين باتت تحت سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة التي انتشرت في معظم المديريات بعد أن تم تحريرها من عناصر تنظيم القاعدة. ويضيف: لا يعني أن أبين باتت خالية تماما من كل عناصر التنظيم، فلا نستبعد أن يكون هناك خلايا نائمة للتنظيم وهو ما يفرض وجود يقظة وانتباه، مشيرا إلى أن مسلحي القاعدة من خارج أبين غادروها، لكن عناصره من أبناء مناطق أبين ربما ما يزالون موجودين، مقدرا عدد عناصرهم الذين كانوا في أبين نحو 2000 مسلح على أقل تقدير. وأضاف أن السلطات المحلية عاودت استئناف نشاطها في المديريات، كما أن زعماء القبائل يرفضون تواجد عناصر القاعدة في مناطقهم وتبرؤوا من كل فرد من أفراد القبائل ينتمي إلى التنظيم ويتوعدون بمحاربته أيا كان. صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت: مطالبات حقوقية بوقف التعذيب في سجون الحوثي. تقول الصحيفة: طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي بوضع حد للتعذيب المنهجي الذي تمارسه جماعة الحوثي وصالح في سجونها ومراكز الاحتجاز التي تسيطر عليها، حيث قتل تحت التعذيب العديد من النشطاء والمواطنين، وهناك المئات من النشطاء في هذه السجون قد يواجهون نفس المصير إن لم يتم التحرك بسرعة. وبيّنت المنظمة أن 12 مواطناً تمت تصفيتهم تحت التعذيب منذ بداية العام، وكان آخر ضحايا التعذيب المواطن عادل عبدو أحمد الزوعري 28 عاماً الذي اعتقل من شارع 60 الغربي ونقل إلى مركز شرطة يدعى قسم 14 أكتوبر في العاصمة صنعاء. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت في إحدى صفحاتها: الجيش اليمني يطرد تنظيم القاعدة من آخر معاقله في أبين. تقول الصحيفة: تمكنت وحدات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من السيطرة على آخر مديريات محافظة أبين وترضي عناصر تنظيم القاعدة منها. وقال مصدر عسكري يمني للخليج طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، قال: إن وحدات من الجيش والمقاومة الشعبية دخلت مركز مديرية المحفد آخر معاقل القاعدة في محافظة أبين ونشرت جنودها في مداخل المدينة ومخارجها من دون مقاومة تذكر. وقال المصدر إن طائرات التحالف العربي شنت غارات مكثفة على مواقع القاعدة في المحفد قبل دخول الجيش إليها، وهو ما سهل عملية السيطرة على مركز المدينة من دون مقاومة. حروب العالم عند العرب. تحت هذا العنوان كتب محمد نور الدين مقاله المنشور في صحيفة الخليج، ويقول الكاتب: الكل اليوم يدافع عن حدود سايكس بيكو،
من سخريات القدر أننا صرنا نجد أن الحفاظ على هذه الحدود التي كنا نرفضها هو خشبة الخلاص لمنع التقسيم على قاعدة أن عصفورا في اليد خير من عشرة على الشجرة، لكن هذا العصفور نفسه ليس في يدنا، ولم يعد ذلك العصفور الذي يحتضنه الجميع، فقد تحول إلى غراب وبومة شؤم. لم نتعلم من دروس التاريخ أن من أهم شروط العيش بحرية واستقلال أن نملك أسباب القوة وأن نملك إرادة اتخاذ القرار بشكل حر. لم يستطع الشعب العربي أن ينشئ آليات تمكنه من أن يعبر بحرية عن رأيه، وكلنا يذكر كذبة الديمقراطية التي حملتها كونداليزا رايز، فكانت النتيجة عالما عربيا مفتتا تنخره سوسة الطائفية والعرقية وتنحره سكاكين الحقد من داخله ومن خارجه. ولا نلوم الخارج، فمن كان بيته من حجر صلد ونوافذه من حديد صلب لن تمر منه رياح الفتنة، لكننا لسنا كذلك. ورغم كل ما نعانيه من مخاطر غير مسبوقة، فالتاريخ يخلق من ذاته وبذاته شروط نهضة مجتمعاته التي نرجو ألا تتأخر أكثر مما تأخرت. إذن مشاهدينا بهذا القدر كنوا قد انتهينا من جولة استعراضية في الصحافة العربية صادرة اليوم. في الختام لم يتبقى سوى أن نشاهد سويا مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية، وبهذا نختم الحلقة حتى الملتقى. أترككم في رعاية الله.